السلام عليكم اخوان، صافا عليكم. نتمنى من الله الفيديو يلقاكم الف خير. تحيه لكم. موضوع جديد اليوم غندوي على فيزا امريكا اللي طلب شي اخوان. الاخوان فيزا امريكا كاين واحد السيت كتدخل ليه، غتلقاه في هذه الواجهه هنايا. هذاك السيت كتدخل كتعمر واحد لي دوني ديالك، كتعمر واحد الاستماره كتعمرها ديالهم همايا. هذيك الساعه ما كتعمر هذيك الاستماره، كدوز واحد لي زيطاب اخرى او ثاني. ملي كتعمر ديك الاستماره، يعني ديك الاستماره فيها المعلومات الكافيه، فيها المعلومات كاملين ديالك، كتعمرهم كاملين. هذيك الساعه ملي كتعمر هذيك الاستماره كدوز واحد لي زيطاب ثانيه. شنو هي زيطاب ثانيه؟ زيطاب ثانيه كتدخل واحد او ثاني، كتخرج من هذيك السيت او ثاني، كتدخل واحد السيت اللي غتلقى او ثاني في هذا الجنب. هذاك السيت كتدخل يعني كتعمر المسائل ديالك، الامور ديالك او ثاني، بحال الواجهه الاخرى الاولى اللي درتيها. ملي كتعمر هذيك الاستماره الاخرى ديال القنصلي ديال امريكا، هذيك الساعه كتخرجها من بنك، اي بنك، يعني بنك الشعبي، كتخلص على تقريبا واحد 150 درهم يعني كتخرجها. وكيبقى عندك واحد الكود ديالك، هذاك الكود، وكتسنى الموعد ديالك امتى يعيطوا لك باش يستقبل لك موظف امريكي، يعني موظف امريكي ولا موظف مهم مغربي، يعني كيسالك بعض الاسئله وكتجاوبوا. والاسئله اللي كيطرح او الاستجواب اللي يعني اما كيهضر معك بالعربيه ام باللونجلي ام بالفرنسي، كاينه حتى العربيه الا بغيتي تيا راه كاينه، وكاينه اميزيغيه حتى هي. يعني كيسالك بعض الاسئله اللي خاصك انت تجاوب عليهم، يعني فاش خدام، شنو كدير، يعني بزاف د الحوايج. يعني ضروري خاصك دوز هاد لي زيطاب الاولين، لي زيطاب الاولى يعني كتدخل كما قلت لهذاك السيت، ما كتعمر هذاك السيت كيدوزك لي زيطاب الثاني، كتعاود تخرج كدير جوجل، كدير السيت الثاني، كتعمر الموعد وكتعمر الباسبور ديالك، كتعمر كاع الاجراء. انت من غادي تدخل راه غتفهم كلشي، انا غير نوري كنشرح لك وانت غتكمل من عندك. او ثاني من كتعمر يعني استماره، صافي كيجيك الموعد ديالك اللي كتمشي، تجيك واحد المقابله مع موظف في القنصلية ديال امريكا. هذيك الساعه كيسالك بعض الاسئله. المهم انا شرحت لكم كيفاش، ولكن المهم من هادشي كامل شنو هو؟ المهم هو ان خاصك تكون موظف، يعني عندك سالير يعني مزيان في الشهر، يعني فيزا ديال امريكا فيزا حساسه شويه، يعني خاصك تكون موظف، يعني تكون كتقاد واحد الصالير ديال واحد يعني 8000 درهم في الشهر، او كتكون عندك تجاره، يعني عندك شركه، يعني شركه قديمه، عندك يعني الحسابات، يعني الحساب البنكي، الفلوس ديالك كدوز بالفيرمو، يعني كتجيب لهم او اخر روفي ديال البنكه، كتجيب لهم شهاده ديال العمل، يعني واحد الوثائق كتجمعهم كدوسي. ولكن هذاك الدوسي من ديرو، حاول ديرو دوسي يكون زوين ودوسي كامل مكمول، يعني حتى حاجه ما تكون ناقصك، حيت الفيزا ديال امريكا هي فيزا شويه حساسه. بالنسبه للناس اللي خدامين في القطاع يعني البريفي، كذلك حتى هما كيجيبوا الوراق، يعني لا سينيسيس، كيجيبوا شهاده ديال العمل، اخر روفي ديال البنكه شحال داز ليه في السالير، خاصو هما يكونوا كيتوشي واحد 8000 درهم حتى هويا. يعني خاصك تكون عندك السالير مزيان باش كتقدر تاخذ فيزا امريكا، او عندك الكونت مروج مزيان، حيت كيطلبوا لك اخر يعني صاير داز لك، او اخر فيرمو داز لك يعني في الكونت ديالك. صافي ملي كتجمع هاد الوريقات كامل كدوسي، صافي كتسنى نهار الموعد اللي داروا معاك، حدوك الموعد كيعيطوا لك، صافي كتدخل كتجيك واحد المقابله مع موظف في القنصليه، كتعطيه هذاك الدوسي، صافي كيسالك بعض الاسئله، يعني روتين عادي، فاش خدام، شنو هو كدير، واش مجوج، واش عندك اطفال، واش هادي، يعني واحد الاسئله كيدوزوا اسئله عاديين. هذيك الساعه من كتقبل راه كيعيطوا لك باش كتاخذ التاشيره ديالك. وتقريبا الاخوان راه على حسب فيزا ديال امريكا، راه كاين اللي كيعطيوه من العام حتى العامين، على حسب، كاين اللي كيعطيوه 5 سنين، على حسب الدوسي اللي دفعتي ليهم، حيت كاين اللي كيدفع لهم دوسي مزيان، وكاين اللي كيدفع لهم دوسي على حسب الدوسي ديال الشخص اللي كيدير. وكاين واحد القضيه او ثاني، كاينه يعني راه كاينه فيزا سياحه وكاينه فيزا عمل، على حسب الفيزا اللي غتدفع انت والفيزا اللي خاصك دير انت. المهم هذا هو الموضوع ديال اليوم، هو فيزا امريكا. نتمنى من الله تكونوا فهمتوني وشرحت لكم مزيان الشرح ديال اخذ فيزا امريكا. المهم تلاقاو ان شاء الله
فيديو جديد ان شاء الله. والاخوان الناس اللي كيديروا لي تعاليق زوينه شكرا لكم بزاف. والناس اللي ما كيدير يعني كاين شي تعليق كيجوني انا ما يعني ما انا قليل تنقرا شي تعليق يعني شكرا لكم. ونتمنى من الله نكون على الحسن الظن ديالكم. نلقاو في فيديو جديد ان شاء الله.